السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى ثاني نشراتنا الإخبارية، وفيها نتابع: وزير الكهرباء: الصعوبات التي تواجهنا لن تقف عقبة أمام إيصال وتحسين الكهرباء للمواطنين. إب حكم قضائي بإعدام 2 من قتلة شهيد الثورة عمر عطاء، ومطالب في الحديدة بإيقاف التلوث البيئي. أهلا بكم، بداية النشرة أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع أن الصعوبات التي تواجهها الوزارة لن تقف عقبة أمام إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى المواطنين مهما كلف الأمر. جاء ذلك خلال لقاء موسع لقيادة الوزارة والمؤسسة المعنية بإدارة المناطق بالجمهورية تحت شعار من أجل تحسين الخدمة وتقييم أداء. وأشار سميع إلى أن كثيرا من المشاكل التي تواجه الكهرباء استهداف متعمد من جهات لم يسمها، وكذا ضعف كفاءة الموظفين، داعيا إلى الخروج من اللقاء التشاوري بنتائج إيجابية لتقييم المناطق وتشكيل فريق للمتابعة والتقييم. نحن نطمح إلى تحسين التحصيل وإلى زيادة المبيع من خلال تقليد الفاقد بنوعيها التجاري والفني. المديونية كانت 63 مليار، الكثير منها عند الجهات الحكومية والبعض عند نافذين، وقد تحصلنا الكثير من هذه المبالغ، ويبدو أنهم بدأوا تحصلوا تقريبا 63 مليون من أولاد المرحوم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وأرجو من الآخرين أن يكتدوا بهؤلاء. قال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا إن الأجهزة الأمنية ضبطت سفينة شحن صغيرة في المياه الإقليمية اليمنية محملة بأسلحة ومتفجرات، من ضمنها صواريخ سام-2 وسام-3 المضادة للطائرات قادمة من إيران بغرض إنزالها بصورة سرية في الشواطئ اليمنية. وأشار المصدر في سياق تصريحه إلى أنه تم تسليم هذه السفينة بحمولتها في إيران لثمانية بحارات يمنيين لإيصالها إلى الشواطئ اليمنية، مؤكدا بأنه يجري التحقيق حاليا مع طاقم السفينة. التقى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن علي محسن صالح اليوم الملحق العسكري بالسفارة البريطانية العقيد روبرت بيلفورت. وفي اللقاء تم مناقشة آليات إتمام هيكلة الجيش وخطواتها العملية، كما تم بحث جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري. قضت محكمة المخادر بمحافظة إب اليوم بإعدام 2 من المتهمين بقتل الشهيد الشبل عمر عبد الرحمن عطا، أحد شهداء ثورة 11 من فبراير، في ثاني حكم قضائي ينتصر لضحايا الثورة ويقتص من القتلة. كما قضت المحكمة بإلزام المدانين بدفع إرش الإصابات بمبلغ 330,000 ريال، ودفع تكاليف العلاج مبلغ وقدره 157,000 ريال، إلى تكاليف التقاضي لورثة المجني عليهم المصاب محسن علي أحمد عطا والشهيد عمر عطا. وأدان منطوق الحكم الذي تلاه القاضي ماجد الشرعبي شخصا ثالث بالإبداء العمد ومحاسبته بالحق العام بالحبس لمدة سنة وتغريمه بالحق الخاص. وعقب النطق بالحكم أشاد سلام الأبيض محامي أسرة الشهيد عمر عطا بالحكم الصادر، واعتبره انتصارا للعدالة ولحقوق الإنسان وتتويجا لانتصار ثورة فبراير. الجدير بالذكر أن الشهيد عمر عبد الرحمن عطا سقط شهيدا في شهر مارس من العام 2011 بسبب هتافه بشعار الثورة الشعب يريد إسقاط النظام. وقد قضى الحكم بإدانة الجانين بجريمتين القتل العمد والشروع للقتل، وقضى بمعاقبة الجانين بالإعدام رصاصا. وبالنسبة لجريمة الشروع قضى بإدانة المتهمين وحبسهما، وقضى دفع أراش المبني عليهما ودفع تكاليف العلاج.
وهذا الحكم يعد انتصارا للثورة الشبابية. استعرض وزير الأوقاف ومحافظ محافظة صنعاء تصميم مشروع أبراج السقيا السكني البالغ تكلفته 100 مليون دولار. المشروع الذي ستمتد فترة تنفيذه إلى 28 شهرا يضم 50 برجا سكنيا يحتوي على 1200 شقة. وسيساهم المشروع الذي سينفذه البنك الإسلامي بجدة في حل المشكلة السكنية. مشروع السقايا الذي يقوم بتمويله البنك الإسلامي بما يعادل 100 مليون دولار، وسيكون المشروع هذا مشروع عملاق وأكبر مشروع استثماري للأوقاف في اليمن. ويتكون المشروع من 50 مبنى، ولكل مبنى 7 دور، أي ما يعادل 1200 شقة. خلال الأشهر القادمة سيتم الانتهاء من استكمال الدراسات النهائية للجدوى، وبإذن الله تعالى سيتم وضع حجر الأساس في ذكرى 22 مايو القادمة. نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية دورة تدريبية القيادة إلى اتخاذ القرارات، وتهدف الدورة إلى كيفية اتخاذ القرارات الخاصة وخاصة للنساء المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني. فتبدأ المرأة من التمكين في تطبيق هذه المفاهيم في حياتها العملية، فتبدأ من الأسرة إلى المجتمع إلى العالم إن شاء الله. تعد هذه الورشة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وجمعية البحرين النسائية في إطار كذلك ما نسميه احنا التحضير لمشاركة النساء في مؤتمر الحوار الوطني القادم، لأنها بتركز على بناء القيادة في اتخاذ القرارات. هذه الورشة أو الدورة نأمل من خلالها أن نكتسب مهارات وتدريب للشخصيات النسائية التي تستطيع أن تصل إلى مكان صنع القرار أو ربما تكون مشتركة في الحوار الوطني، إلى عكس ما هي أولويات واحتياجات المرأة في الفترة والمرحلة القادمة، من خلال تضامن واندماج وانسجام، لأن المرأة هي المرأة أيا كانت خلفيتها الإيديولوجية السياسية الطائفية فهي مرأة. فكيف نحن الآن نجعل قضية المرأة لحمة بما لا يتعارض مع الشريعة وفي نفس الوقت لا يتعارض مع أولويتها ولا تنازل عن حقوقها؟ أقيم اليوم بصنعاء حفل استقبال الوفد اليمني الفني والثقافي العائد من غزة. وكان وفد يمني زار غزة في الأيام الماضية للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثقافي اليمني الفلسطيني الأول الذي تنظمه رابطة أنت أولا تحت شعار لأجلك غزة. فريق بنيان، الفريق المتميز في اليمن أيضا إلى الخارج، هو الأول إلى نفذ مجموعة من مالكي وسائقين ناقلات المشتقات النفطية أمام إدارة شركة النفط اليمنية فرع محافظة صنعاء وقفة احتجاجية، مطالبين بإرجاع فوارق الأجور لجميع مالكي وسائقي الناقلات والذين لم تصرف مستحقاتهم، وكذلك المطالبة بحل مشكلة الفساد ووضع حلول جذرية لمشكلة السائقين في محافظة الحديدة. تظاهر المئات من أبناء مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة احتجاجا على ما أسموه بالكارثة البيئية والصحية التي تطال السكان بسبب خلاطات الإسفلت بالقرب من منازلهم منذ 30 عاما. لا يزال المئات من سكان مدينة المنصورية بمحافظة الحديدة يخرجون إلى الخط الرئيسي في احتجاجات سلمية مطالبين وضع حد لمعاناتهم جراء عوادم خلاطات إسفلتية وضعها النظام البائد بالقرب من قراهم. متضررين من الكم ده، تضرر يعني فادح،
بخير ان على يعني ربوه من التراب اللي جاء لنا في البيوت وانه زي الغبره يطلع لنا. اشتكينا على المجلس المحلي، اشتكينا على المحافظه، اشتكينا في صنعاء، اشتكينا على الدنيا كلها. لا حد لا حياه لمن تراتي 30 سنه اكثر من 30 سنه واحنا نقع والله ما هي 3 أيام وهون يعني قدوم الربوة. أمراض السرطان والالتهاب الرئوي والدرن هي ما تخلفه هذه العوادم على الكبار والصغار جراء الانبعاثات الترابية والغبار المحتوية على السموم الخطيرة كما تقول دراسات وتقارير الجهات المعنية. الكسارة سببت أمراض خطيرة مثل الربو الرئوي، أمراض السرطان، القلب وكثير من الأمراض الفتاكة. المحتجون هنا يطالبون حكومة الوفاق الوطني التوجيه لمصلحة الجسور والطرق باتخاذ التدابير الواقية من الأمراض وإبعاد خلاطات الموت الإسفلتية إلى أماكن بعيدة عن السكان. هذا الاعتصام هو رسالة بسيطة ومصغرة، فإذا لم يستجيبوا خلال 15 يوما فسيكون الاعتصام وسنوقف العمل في داخل هذه الكسارة وسيتحملونهم المسؤولية. الماء والأرض الزراعية والإنسان أولا هو المتضرر من هذه العوادم الضارة بحياة السكان الذين يناشدون الجهات المعنية اليوم وضع حد لمعاناتهم بعد عقود من حكم بائد تجاهل صرخاتهم. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، مديرية المنصورية، محافظة الحديدة. نفذت الهيئة التدريسية المنتدبة بكلية التربية بالضالع صباح اليوم وقفة احتجاج أمام مبنى المجمع الحكومي للمحافظة، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم القانونية المشروعة بتنفيذ فتوى الخدمة المدنية، لا سيما وقد دخل إضرابهم الكلي شهره الثاني. وطالب المحتجون وزير المالية صخر الوجيه بسرعة تنفيذ الإجراءات السابقة والمقررة بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وبخطاب دولة رئيس الوزراء وبموجب موافقة الوزارات المعنية في التعليم العالي والخدمة المدنية. بدأت اليوم في مدينة المكلف عمليات دورة تدريبية لتأهيل معلمي النطق ضمن مشروع مكافحة الصم باليمن والتي تنظمها جمعية الحكمة اليمنية الخيرية بالتعاون مع مؤسسة حضرموت الصحية ل45 مشاركا من عدة محافظات يمنية. يتلقون خلالها المهارات العلمية والعملية في مجالات ومراحل التأهيل النطقي والتدريب السمعي. أقامت مؤسسة البادية الخيرية برعاية معهد النجاح للتدريب والتأهيل بالقطن الحفل الختامي والتكريمي للدورات التنموية التي نفذتها الجمعية أو جمعية المستقبل للتنمية النسوية بالمحافظة. أقامت مؤسسة جنة للتنمية مهرجانا نسائيا وبازارا خيريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي وتدشينا للأعمال التأهيلية والتعليمية والتدريبية والحرفية في المؤسسة. ويحتوي البازار على عدد من الأجنحة كبيت التراث والخيمة النبوية والأشغال اليدوية والمكتبة وغيرها من الأجنحة. مؤسسة جنة للتنمية هي تسعى لتنمية المرأة والطفل، فيها عدة أقسام. معنا قسم قراءة القرآن بالإجازة والسند. الإجازة للحافظات يأخذنا الإجازة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والإتقان. معنا القسم الثاني معنا محو أميات الكبار. معنا القسم الثالث معنا قسم الخياطة، وهذا ومعنا احنا مشروع مهنتي لإعانة أسرتي. نشاطنا اليوم معرض بازار خيري الأول، يهدف من هذا البازار دعم المشاريع داخل المؤسسة ودعم أنشطتنا داخل المؤسسة من الفقراء والأيتام، ونحن هدفنا داخل المؤسسة تنمية المرأة والطفل ورفع الجانب الاقتصادي للمرأة. كرمت قيادة فرع التجمع اليمني للإصلاح بمديرية زنجبار عمال النظافة بالمديرية، وذلك تقديرا لجهودهم التي بذلوها في نظافة المديرية. وشمل التكريم مواد غذائية ووزعت معذرة وزعت على أكثر من 100 أسرة،
كما شكر عمال النظافة قيادة فرع التجمع اليمني للإصلاح بالمديرية على هذه اللفتة الكريمة التي لم يسبقهم إليها أحد. ونشكر الإخوة عمال النظافة في مديرية زنجبار في عاصمة المحافظة على الجهد الذي يبذلونه لخدمة هذا المجتمع، وهذا الذي اليوم قدم لهم ما هو إلا شيء بسيط ويسير جدا لهذه الأيادي العاملة، الأيادي التي تقدم لهذا المجتمع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويجزي الأخوة الذين قاموا بهذا العمل. نفذت منظمة إنسان للتنمية حملة إغاثية للأسر الفقيدة في عدد من مديريات محافظة تعز. دشنت مؤسسة إنسان برنامج حملة الإغاثة للأسر الفقيرة، واتسع اهتمامها اليوم من الأطفال والشباب إلى الأسر. نحن في محافظة تعز نستهدف المديريات الأشد فقرا والأشد حاجة، منها الوازعية وموزع والتعزية والدمنة وماوية والسلام وبعض المديريات والمناطق المجاورة لمحافظة تعز مثل مذيخرة والحشا. الهدف من الحملة التخفيف من آثار الفقر والحرمان التي تعاني منها هذه المناطق والمديريات. 1700 حالة مستهدفة ومستفيدة على مستوى محافظة تعز، وقد أبدى المستفيدون امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة التي أزاحت عنهم الكثير. في مديرية الوازعية والموزع يعني، ونتقدم لهم بخالص الشكر والاحترام على ما ساهموا وتعاونوا على غاثة الأسر الفقيرة وكذلك مواساة الأطفال الأيتام ورعايتهم. نشكر مؤسسة إنسان لأنها أعطتنا مواد غذائية للأسر الفقيرة، ويجب علينا أن نشكرهم كثيرا والدعاء لهم، وأسأل الله أن يوفقهم ونجعلهم في أعلى الدرجات من الجنة. وزعت الحالات وأخذ كل مستهدف ما سلم له، وقد روعي بالاختيار الأكثر عوزا واحتياجا. كنا علينا عبء كثير كان علينا الفقراء، ولكن الحمد لله أنهم ربخونا من هذه العباء وحملناهم إياها، والحمد لله يعني مرتاحين نحن، ونشكرها جدا جدا، ونشكر كل العاملين عليه. كثير من الأسر تتعايش مع الفقر، فأحبت مؤسسة إنسان أن تساهم بانتشال بعض هذه الأسر التي تعيش الحرمان ولو بالجزء اليسير. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. مشاهدين الكرام، في ختام النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. وزير الكهرباء: الصعوبات التي تواجهنا لن تقف عقبة أمام إيصال وتحسين الكهرباء للمواطنين. إب حكم قضائي بإعدام 2 من قتلة شهيد الثورة عمر عطاء، ومطالب في الحديدة بإيقاف التلوث البيئي. في ختام النشرة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.